بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد. نواصل مع سلسلة التحضير لاختبارات الفصل الثالث، اليوم مع موضوع خاص بتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي، شعبة آداب وفلسفة وكذلك لغات أجنبية. وأيضا يمكن لتلاميذ الشعب العلمية الاستفادة من هذا الموضوع، هي وحدة مشتركة بين جميع الشعب متعلقة بالأدب الأندلسي، خاصة الوحدة، وحدة رثاء الممالك والمدن الأندلسية. هذا الغرض الشعري الذي شاع عند الأندلسيين وأبدعوا فيه أكثر من المشارقة نتيجة ما أصاب بلادهم من تدمير وضياع على أيدي النصارى، وكذلك ما أصاب الإسلام والمسلمين من مآسي وأحزان جعلت هؤلاء الشعراء يعبرون عن أحزانهم نتيجة هذا الحدث الجلل. إذن هذا الموضوع كما قلت متعلق بهذا الغرض الشعري، وهو لشاعر أندلسي يرثي مدينة من المدن الأندلسية، وهي مدينة طليطلة، وهي من أوائل المدن التي سقطت في أيدي النصارى، خاصة أنها كانت متاخمة لبلاد النصارى في شمال الأندلس، وبذلك تعتبر هذه القصيدة من أوائل القصائد التي كانت في رثاء المدن الأندلسية التي سقطت. إذا نأتي أولا إلى القصيدة، نتعرف على مضمونها وأهم المعاني التي وردت فيها، ثم نجيب على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. قال شاعر أندلسي، إذن هنا الشاعر مجهول، لذلك قلنا شاعر أندلسي لأنه لا يعرف قائل هذه القصيدة. لثكلك كيف تبتسم الثغور سرورا بعدما سبيت ثغور، طليطلة أباح الكفر منها حماها إن ذا نبأ كبير، فليس مثالها إيوان كسرى ولا منها الخورنق والسدير، محصنة محسنة بعيد تناولها ومطلبها عسير، ألم تك معقلا للدين صعبا فذلله كما شاء القدير، وأخرج أهلها منها جميعا فصاروا حيث شاء بهم مصير، وكانت دار إيمان وعلم معالمها التي طمست تنير، فعادت دار كفر مصفات قد اضطربت بأهليها الأمور، مساجدها كنائس أي قلب على هذا يقر ولا يطير، فيا أسفاه يا أسفاه حزنا يكرر ما تكررت الدهور، لئن غبنا عن الإخوان إنا بأحزان وأشجان حضور، مضى الإسلام فابكي دما عليه فما ينفي الجوى الدمع الغزير. إذن هذا بالنسبة لقراءة القصيدة. نأتي الآن إلى شرح أهم المفردات الصعبة والمعاني الواردة في هذه الأبيات. في البيت الأول يقول الشاعر لثكلك، الثكل هو فقد العزيز بالموت، إذن مثل فقد الإبن بالموت. إذن الثغور بمعنى الأفواه، أما كلمة سبيت بمعنى أصبحت أسيرة، فهنا يشبه طليطلة بالمرأة السبية التي أصبحت أسيرة. ثغور بمعنى المناطق، الثغور هي المناطق المتاخمة للحدود مع النصارى، وبذلك فطليطلة كانت ثغرا من الثغور، أي حدا من الحدود، أي المدن التي تقع في الحدود مع النصارى. إذن هنا يبين الشاعر الحزن والأسى لفقد طليطلة، يقول لثكلك كيف تبتسم الثغور، إذن كيف يمكن أن نبتسم وأن نصر وقد فقدنا عزيزا وهو فقد طليطلة. إذن بعدما سبيت ثغور، أي أسرت وأخذت هذه المدينة وهي مدينة طليطلة، يذكرها في البيت الثاني في قوله طليطلة أباح الكفر منها حماها إن ذا نبأ كبير. وطليطلة هي مدينة أندلسية في شمال الأندلس، وكانت متاخمة لحدود المسلمين مع النصارى، فهنا يقول طليطلة أباح الكفر منها، أي أنها أخذت واستولى عليها النصارى،
وهذا النبأ هو نبأ كبير بالنسبة للشاعر عندما سمع هذا الخبر، يعتبر خبرا كبيرا ونبأ حزينا بالنسبة للمسلمين. في البيت الثالث: فليس مثالها إيوان كسرى ولا منها الخورنق والسدير. بالنسبة لإيوان كسرى، كسرى هو ملك من ملوك الفرس، وإيوانه بمعنى قصره، فهنا يقول أن مدينة طليطلة لا يماثلها قصر من قصور كسرى ولا منها الخورنق والسدير، وهي أسماء لقصور كذلك، الخورنق والسدير، وهي قصور ضخمة. بالنسبة للخورنق هو قصر كان للنعمان الأكبر بالعراق، وكذلك السدير وهو بناء ضخم ذو 3 شعب أي فيه القبب. وبذلك يبين الشاعر أن هذه المدينة، مدينة طليطلة، لا يضاهيها في جمالها وحسنها وكذلك التحضر والتمدن الذي كان في هذه المدينة، لا يضاهيه جمال قصور كسرى في حضارة الفرس، ولا جمال قصور أو قصر الخورنق في العراق، ولا السدير، ولا غيرها من القصور الأخرى. في البيت الرابع: محصنة محسنة بعيد تناولها ومطلبها عسير. هنا أيضا يبين أن مدينة طليطلة كانت محصنة وكذلك محسنة بمعنى جميلة، بعيدة عن تناول النصارى. مطلبها عسير أي أن إسقاط هذه المدينة ليس بالأمر السهل واليسير. في البيت الموالي: ألم تك معقلا للدين صعبا فذلله كما شاء القدير. وهنا يوضح أن هذه المدينة كانت معقلا للدين أي ملجأ للمسلمين ولأهل الإسلام، وكانت ملجأ صعبا، ولكن شاء الله أن أصاب هذه المدينة الذل والهوان فسقطت من أيدي المسلمين. في البيت الموالي: وأخرج أهلها منها جميعا فصاروا حيث شاء بهم مصير. وهنا يبين ما حل بالمسلمين بعد سقوط مدينة طليطلة، حيث أخرج أهلها منها وأبعدوا وشردوا فصاروا حيث شاء بهم القدر إلى مدن أخرى. إذن سقوط مدينة طليطلة جعل أهلها مشردين مبعدين عنها. البيت الموالي: وكانت دار إيمان وعلم معالمها التي طمست تنير. وهنا يبين كيف تحولت هذه المدينة بعدما كانت مدينة إيمان وإسلام وعلم، المعالم التي كانت تدل على ذلك كلها طمست بمعنى محيت وأزيلت، فهذه المعالم هي التي كانت تنير مدينة طليطلة وتجعلها دارا للإيمان ودارا للعلم. البيت الموالي: فعادت دار كفر مصفات وقد اضطربت أهليها الأمور. إذن بعدما كانت دار إيمان وعلم صارت دار كفر مصفات، بمعنى لا يوجد فيها أثر للإسلام. وهنا نلاحظ أن الشاعر يقارن بين ما كانت عليه طليطلة وكيف أصبحت بعد أن استولى عليها النصارى. إذن بعدما كانت دار إيمان صارت دار كفر مصفات، بمعنى تم تصفية الإسلام من هذه الدار. الشطر الثاني: وقد اضطربت بأهليها الأمور أي تغيرت الأمور على أهلها، بعدما كانت دار إيمان أصبحت دار كفر، كذلك مساجدها كما يظهر في البيت الموالي: مساجدها كنائس أي قلب على هذا يقر ولا يطير. وهنا أيضا يواصل المقارنة كيف كانت طليطلة وكيف أصبحت بعدما استولى عليها النصارى. إذن حولوا مساجدها إلى كنائس، إذن مساجدها كنائس أي قلب على هذا يقر ولا يطير. هنا يتحصر الشاعر ويبين أن القلب ينفطر لهذا المصاب حينما تتحول المساجد إلى كنائس. في البيت الموالي: فيا أسفاه يا أسفاه حزنا يكرر ما تكررت الدهور. وهنا أيضا حالة الأسى والحزن والحسرة والتأسف لما آل إليه أو آلت إليه طليطلة، والحزن على ذلك الحال، فيقول: يا أسفاه حزنا يكرر ما تكررت الدهور، أي أن هذا الحزن والأسى والأسف على ما حل بطليطلة سيبقى يتكرر في كل وقت وحين.
في البيت الموالي: لئن غبنا عن الإخوان إنا بأحزان وأشجان حضور. فهنا يبين أنه وإن غبنا عن إخواننا في طليطلة ولم نشاركهم في صد العدوان، ولكننا نشاركهم بالأحزان والأشجان، فنحن حاضرون من الناحية القلبية في هذا الحزن والأسى مع إخواننا. في البيت الموالي: مضى الإسلام فابكي دما عليه، فما ينفي الجوى الدمع الغزير. إذن انتهى الإسلام من طليطلة، فهنا دعوة إلى البكاء، أن نبكي دما، وهنا دعوة إلى الحزن الشديد على ما حل بالإسلام في طليطلة. فما ينفي الجوى، ينفي بمعنى يزيل، والجوى الحرقة، أي أن هذه الحرقة لن يزيلها الدمع الغزير. إذن هذا بالنسبة لشرحي الألفاظ الصعبة والمعاني الواردة في هذه القصيدة، ونلاحظ طغيان طابع الحزن والأسى على هذا النوع من الشعر، شعر الرثاء. إذن طابعه طابع وجداني، وهو الحزن والأسى. إذن نأتي الآن للتعرف على أهم الأسئلة الواردة في هذا الموضوع. نبدأ بأسئلة البناء الفكري. السؤال الأول: في قلب الشاعر حزن كبير، ما سببه؟ استخرج من النص ثلاث عبارات تدل على حزنه. ثانيا: بما تتميز طليطلة؟ عين البيت الدال على ذلك. السؤال الثالث: ما الجرائم المرتكبة في حق الإسلام والمسلمين؟ السؤال الرابع: إلى أي غرض شعري تنتمي القصيدة؟ علل. السؤال الخامس: حدد النمط الغالب على النص، واذكر ثلاثا من خصائصه من النص مع التمثيل. أسئلة البناء اللغوي. السؤال الأول: أعرب ما تحته خط في النص. السؤال الثاني: عين نوع الأسلوب في البيت الثالث وغرضه البلاغي. يقول الشاعر في البيت الثالث: فليس مثالها إيوان كسرى، ولا منها الخورنق والسدير. السؤال الثالث: استخرج من النص جناسا وطباقا وبين أثرهما البلاغي. السؤال الرابع: في العبارة التالية صورة بيانية، بين نوعها وأثرها البلاغي، فابكي دما. السؤال الخامس: قطع البيت التالي وبين بحره. هذا السؤال خاص بالشعب الأدبية، أداب وفلسفة وكذلك لغات أجنبية. إن الفساد ضده الصلاح، ورب جد جره المزاح. الوضعية الإدماجية: سوريا من البلدان العريقة التي شهدت حضارة راقية، عبر عن شعورك بعد أن تابعت ما أصابها من دمار وخراب، موظفا أسلوب الندبة والاستغاثة. هذا فيما يتعلق بالأسئلة. نأتي الآن إلى الإجابة النموذجية المتعلقة بهذا الموضوع. نبدأ بأجوبة البناء الفكري. السؤال الأول: في قلب الشاعر حزن كبير، ما سببه؟ استخرج من النص ثلاث عبارات تدل على حزنه. إذن ما يطبع هذا النوع من الشعر، شعر رثاء الممالك والمدن الأندلسية، هو الطابع الوجداني والعاطفي الذي يعبر فيه الشاعر عن حزنه وأساه وتحصره على ما حل بالمدن الأندلسية من ضياع، وكذلك على أهلها من فجائع وكذلك محن. إذن سبب هذا الحزن والأسى الوارد في هذه القصيدة هو سقوط طليطلة، إحدى المدن الأندلسية، في أيدي النصارى وزوال حكم المسلمين فيها. أما العبارات الدالة على حزنه، نجد في البيت الأول: لثكلك كيف تبتسم الثغور، كذلك في قوله: يا أسفاه يا أسفاه حزنا، كذلك طليطلة أباح الكفر منها، وأيضا في البيت الأخير: فما ينفي الجوى الدمع الغزير، كذلك في قوله: فابكي دما. إذن كل هذه العبارات تعبر عن حالة الحزن والأسى والتحسر الذي يشعر به الشاعر إزاء ما حل بمدينة طليطلة. السؤال الثاني: بما تتميز طليطلة؟ عين البيت الدال على ذلك. إذن ذكر الشاعر في البيت الثالث ما يميز مدينة طليطلة، فقال: محصنة محسنة بعيد تناولها ومطلبها عسير. إذن تتميز طليطلة بأنها مدينة محصنة جميلة بعيدة عن تناول الكفار، وليس من السهل الإطاحة بها، كذلك أنها كانت عقلا للإسلام. إذن يتضح هذا المعنى في البيت الرابع. السؤال الثالث: ما الجرائم المرتكبة في حق الإسلام والمسلمين؟ إذن ذكر الشاعر في هذه القصيدة الكثير من الجرائم التي ارتكبها النصارى في حق المسلمين في مدينة
طليطلة من هذه الجرائم تشريد أهلها وقتلهم كما يظهر ذلك في البيت السادس في قوله وأخرج أهلها منها جميعا فصاروا حيث شاء بهم مصيره، كذلك في قوله فاضطربت بأهليها الأمور، إذن هنا تشريد أهلها وقتلهم، كذلك طمس معالمها الدينية والعلمية التي كانت تنير المدينة كما يظهر في قول الشاعر وكانت دار إيمان وعلم معالمها التي طمست تنير، كذلك تحويل المساجد إلى كنائس في قوله مساجدها كنائس أي قلب على هذا يقر ولا يطير، إذن هنا تحويل المساجد إلى كنائس، كذلك أنها كانت معقلا للإسلام ثم أصبحت بعد ذلك معقلا للكفر كما يظهر في قوله فعادت دار كفر مصفات، كانت دار إيمان فعادت دار كفر مصفات، إذن هنا يبين الجرائم التي ارتكبها النصارى في حق الإسلام وكذلك المسلمين في مدينة طليطلة. السؤال الرابع، إلى أي غرض شعري تنتمي القصيدة؟ علل. إذن الغرض الشعري لهذه القصيدة واضح من خلال أبيات هذه القصيدة ومعانيها، فهو من فن رثاء الممالك والمدن الأندلسية الذي شاع عند الأندلسيين وبرعوا فيه، وهو غرض شعري مستقل، إذن استقل هذا الغرض الشعري عن فن الرثاء عموما وأصبح من الأغراض الشعرية المستقلة، خاصة أن شعراء الأندلس أبدعوا في هذا الغرض نظرا لما حل بمدنهم وما حل بالمسلمين نكائب ومحن بعد سقوط مدنهم. أما بالنسبة للتعليل فنقول لأن الشاعر يعبر عن حزنه وألمه لما حل على فقد مدنهم وتعداد محاسنها والبكاء عليها، فهنا الشاعر يبكي مدنا وليس أشخاصا، لذلك سمي برثاء المدن وممالك الأندلسية. إذن الشيء الطاغي على هذا النوع من الشعر هو البكاء والأسى والحزن لما حل بهذه المدن. إذن هذا بالنسبة للتعليل. نأتي الآن إلى السؤال الخامس، حدد النمط الغالب على النص واذكر ثلاثا من خصائصه من النص مع التمثيل. إذن النمط الغالب هو النمط الوصفي لأن الشاعر يصف ما حل بالإسلام والمسلمين بعد سقوط مدينة طليطلة. أما خصائصه فهي النعوت والأحوال مثل قوله كبير، كذلك محسنة محسنة العزيز الغزير عفوا الدمع الغزير في البيت الأخير، إذن صفة، كذلك الإضافات مثل قوله دار إيمان دار كفر معالمها، أيضا الأسماء المشتقة مثل أسماء الفاعل وغيرها مثل قوله محصنة محسنة قدير، كذلك الصور البيانية مثل قوله فابكي دما أيضا لا يطير القلب، إذن كل هذه الأمور تدل على النمط الوصفي، كذلك الجمل الإسمية وغيرها من الخصائص. إذن المطلوب ذكر ثلاث خصائص مع التمثيل من النص. إذن هذا فيما يتعلق بأجوبة البناء الفكري، ننتقل إلى أجوبة البناء اللغوي. السؤال الأول، أعرب ما تحته خط في النص. الكلمة الأولى هي كلمة كبير في البيت الثاني، إن ذا نبأ كبير، إذن كلمة كبير هي وصف لنبأ وبذلك فهي صفة، صفة أو نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هي وصف لكلمة نبأ. الكلمة الثانية وكانت دار إيمان، إذن دار إيمان، إذن نلاحظ هنا المضاف إليه، إيمان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، إذن الاسم الذي قبله هو المضاف وجاء نكرة وبذلك إيمان مضاف إليه مجرور، هي عرفت الدار بأنها دار إيمان وبذلك فهي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الكلمة الثالثة هي الأمور في قوله قد اضطربت بأهليها الأمور، إذن اضطربت الأمور بأهليها، والأمور هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره للفعل اضطربت، إذن اضطربت الأمور، اضطربت الفعل والتاء للتأنيث، الأمور فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن هذا بالنسبة للإعراب.
ننتقل إلى السؤال الثاني، عين نوع الأسلوب في البيت الثالث وغرضه البلاغي. بالنسبة للبيت الثالث يقول الشاعر: فليس مثالها إيوان كسرى ولا منها الخورنق والصدير. إذا نلاحظ أن الأسلوب هو أسلوب خبري، أما غرضه فهو التعظيم والافتخار بمدينة طليطلة والإشادة بجمالها، فهو يبين أنها أحسن من إيوان كسرى وأحسن من كل القصور التي شيدت في كل الأماكن، فهنا يعظم ويشيد وكذلك يفتخر بمدينة طليطلة. السؤال الثالث: استخرج من النص جناسا وطباقا وبين أثرهما البلاغي. بالنسبة للجناس نجده في البيت الرابع في قول الشاعر: محصنة محسنة. إذا محصنة محسنة، فهنا جناس ناقص لاختلاف حرف من الحروف بين السين والصاد وكذلك اختلاف المعنى. جناس هو توافق في اللفظ واختلاف في المعنى، وهنا قلنا جناس ناقص لاختلاف حرف من الحروف بين السين والصاد. هذا بالنسبة للجناس وغرضه التجميل فقط، إذن ليس له علاقة بالمعنى، الجناس فقط لتجميل الكلام الناحية الجمالية فقط. أما الطباق فنجده البيت ما قبل الأخير في قول الشاعر: لئن غبنا عن الإخوان إنا بأحزان وأشجان حضور. إذن الطباق بين كلمة غبنا وحضور، غائب وحاضر، وهنا طباق الإيجاب. أما الغرض من الطباق فهو توضيح المعنى بالأضداد تتضح المعاني وكذلك تجميل الكلام. بالنسبة لاستخراج المحسنات البديعية خاصة في الشعر القديم الذي يعتمد على وحدة البيت يكون من نفس البيت، إذا نستخرج المحسن من نفس البيت كما هو واضح بين محصنة ومحسنة في نفس البيت وكذلك غبنة وحضور في نفس البيت، لأن الشعر العمودي يعتمد على وحدة البيت، لذلك نستخرج المحسنات من نفس البيت. إذا هذا بالنسبة لإجابة السؤال المتعلق بالمحسنات. ننتقل إلى السؤال الموالي في العبارة التالية: صورة بيانية بين نوعها وأثرها البلاغي، فابكي دما. إذا الصورة البيانية هي عبارة عن كناية، لأن الكلام حقيقي، جاء الكلام على الحقيقة، لأن في بعض الحالات المرضية يمكن للإنسان أن يبكي الدم، وبذلك فالكلام هنا حقيقي يراد منه لازم معناه. إذا الشاعر يريد من وراء هذا الكلام الحقيقي لازم معناه، إذا المعنى الملازم لبكاء الدم هو شدة الحزن والألم والأسى على ما حل بمدينة طليطلة. إذا هي كناية عن صفة، وهي صفة الحزن والألم، ذكر الشاعر المعنى الظاهر وهو بكاء الدم، وأريد به لازم معناه وهو الحزن والألم. أما أثرها البلاغي فهو توضيح المعنى والإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل، إذن بكاء الدم دليل على شدة الحزن والألم. بالنسبة للسؤال الموالي: قطع البيت التالي وبين بحره، إن الفساد ضده الصلاح ورب جد جره المزاح. بالنسبة للتقطيع كل ما ينطق يكتب، ما لا ينطق لا يكتب، هذا هو الأساس في الكتابة العروضية، إذا نكتب كل ما ينطق وبذلك نتحصل على الكتابة العروضية، ثم نضع الرموز العروضية لنتحصل على تفعيلات: مستفعل، متفعل، متفعل، وكذلك الشطر الثاني بنفس التفعيلات: متفعل، مستفعل، متفعل، وهي تفعيلات بحر الرجز. إذن هذا البيت ينتمي إلى بحر الرجز الذي تفعيلاته مستفعل مكررة 3 مرات في كل شطر. إذن هذا فيما يتعلق بأجوبة هذا الموضوع، أتمنى للجميع الاستفادة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.